عليكم، كيف حالكم طلاب الصف الأول؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم في مادة اللغة العربية نتابع درس التحليل الصوتي. ما رأيكم أن نستذكر قواعد التحليل؟ هيا بنا. حرف مع حركة، مقطع قصير يستطيع قيادة السيارة. حرف مع حروف المد الطويل، مقطع طويل يستطيع قيادة السيارة. حرف مع الترمين، مقطع طويل يستطيع قيادة السيارة. حرف ساكن مع حرف متحرك، مقطع طويل يستطيع قيادة السيارة. الآن أول مفروض تتمكنوا من قراءة جميع الكلمات وجميع الجمل اللي تم أخذها بالدروس السابقة. مفروض أول أي كلمة بتمر عليك تتمكن من قراءتها. الآن كيفية قراءة الكلمات، أول بقطع الكلمة إلى مقاطع طويلة ومقاطع قصيرة حسب الكلمة. طيب أول هناك في قواعد مفروض إن إحنا نتمكن منها حتى تساعدنا على قراءة الكلمة. مثلا اللام القمرية الآ مع الإل عليها حركة سكون تكتب وطول فتحة، كان اللام القمرية مباشرة بحكي أل. طيب عند اللام الشمسية بعد الأل حرف مشدد تكتب ولا تنفض، هون تسقط الأل. اللام القمرية مثل الحقل، اللام الشمسية مثل الشعير. كمان يا أول في عندي حروف رافصة ما بتقبل تمسك بالكلمة مثل الأ أو إر إز إد إذ. واضح يا أول؟ الآن أنا كتبت لكم مجموعة من الكلمات والجمل نتمكن من قراءتها. انظروا إلى السبورة. الكلمة الأولى أول ريمو اسم بنت مؤنث، أحسنتم. هون يا أول عندي حرف رأس أو حرف ناري الأب. الأب مع الإي مقطع طويل تستطيع قيادة السيارة. هلا كيفية أول قراءة الكلمة؟ أب وإي ري ري. أم عليها ضمة مو ري مو ري مو. يلا أول الأب مع الإي مقطع طويل ما مسكت فيها لأنه حرف رافس أو حرف ناري ما بتقبل تمسك فيها. ري 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 مو مو مو. إذا ريم اسم بنت مؤنث. الآن الكلمة الثانية أول بطلع على الكلمة الحركات الموجودة على الكلمة. قراءتنا بدون حركات أول تعتبر خاطئة. الفرشاة هون عندنا قمرية، يمس يعني قمرية، أحسنتم. تكتب وتلفظ مباشرة أول. الآ مع الآل مقطع طويل بقرأها ال ال ال، نربطها مع المقطع الثاني فر، اف عليها ضمة فو الفو وار ساكنة الفر الفر. المقطع الثالث الفر شا، الإش مع الآ شا الفرشا الفرشا تو. هون تا مربوطة منفردة على الصدر سبقها حرف المد آ. واضح أول؟ الفرشا تو مع بعض الفرشا تو، أحسنتم. الآن ننتقل إلى الكلمة الثالثة تامي رون. يلا أول نحللها مع بعض تا مي رون. مرة أخرى تا مي رون. تامر الاسم شخص مذكر، أحسنتم. هون أول الإت مع الآ مقطع طويل ما بتحتمي مثل الأسد. إذا تا تا إن عليها كسرة تا مي تا مي تا مي، والأل عليها تنوين الضم رم تامي رم تامي رم تامي رم. هون يا أول الني ماسكة بالرم، ليش؟ لأنها مد إيدها بتسلم عليها، مد إيدها بتسلم عليها. تامي رم اسم شخص مذكر، مع بعض نهجي أول تامي رم. مرة أخرى تامي رون اسم شخص مذكر تا الات مع الآ تا ام عليها كسرة مي تا مي ال عليها تنوين الضم رون تا مي رون، أحسنتم. تا رون اسم شخص مذكر. الآن سافرة سافرة الاسم مع الآ مقطع
تستطيع قيادة السيارة. سا 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 را. يلا مرة أخرى الأول مع بعض. يلا إما نزيد بس هنا. سا سا مرة أخرى. سا مقطع طويل. سا إف عليها فتحة. ف سا ف إر عليها فتحة. ر سا ف ر سا ف ر. أحسنتم ياهم. الآن يا أمة ننتقل إلى كلمة يقرأوا. يقرأوا هون همزة إيش يا أول؟ أحسنتم، همزة قطع. الآن الساكن سبق وظهرت إلى مقطع طويل يستطيع قيادة السيارة. يا وإق يق يا وإق يق. إذا مقطع طويل يا وإق يق. إر عليها فتحة. ر يقرأ يقرأ يقرأ. و أو يقرأ أو يقرأ أو يقرأ أو يقرأ أو يقرأ أو. رددوا معي أول. يقرأ أو يقرأ أو. إذا الساكن السابق متحرك مقطع طويل إر عليها فتحة. ر يق يق ورا يقرأ و أو يقرأ. الآن عماد. عماد عماد اسم شخص مذكر. يا أول عماد. كمان مرة أول عماد. مرة أخرى عماد. عماد اسم شخص مذكر. عندي المقطع الأول لأول عي. عندنا هون ع عليها كسرة. عي في أول الكلمة متصلة. ع عليها كسرة. عي ما الإم مع الآن شايف حرف المد بدي أبدي أول ما. عماد. عندي هون أد عليها تنوين الضم. دون الدون ما مسكت بالآ لأن الدون حرف ناري ما بتقدر تمسك بعدم. عماد اسم شخص مذكر. أحسنت. الآن سمر. سمر سمر اسم بنت مؤنث. يلي أول سمر. مرة أخرى سمر. إس عليها فتحة. س س إم عليها فتحة. م س م س م ر. يلا سمر سمر. أحسنتم. إذا إس عليها فتحة. س إس عليها فتحة. س إم عليها فتحة. ما س ما س ما. إر عليها تنوين الضم. رم س ما رم. كيفية كتابة سمر الأول؟ س ما س ما رم. أحسنتم يا أول. الآن ننتقل إلى الكلمة العش. ب مباشرة أول الأل عليها سكون. إذا مقطع طويل أو الأل. بنتقل إلى المقطع اللي بعده. العش الساكن مع المتحرك مقطع طويل يستطيع قيادة السيارة. العش العش. إب عليها فتحة. ب العش ب العش ب. يلا أول حكينا مجرد ما أشوف أنا الأل عليها سكون إذا لام قمرية تكتب وتلفظ. الأ مع الأل. ال عش العش. الساكن أخذ معاه متحرك. العش ب إب عليها فتحة. ب العش ب العش ب. أحسنتم. العش ب واضح يا أول. الآن بذرة. بذرة بمعنى نثرة. واضح يا الأول. بذرة جميعها مقاطع قصيرة. يلا بذرة. الآن يا أول إب عليها فتحة. ب ب إب عليها فتحة. ذ ب ذ ب ذ. وإر عليها فتحة. ر بذرة بذرة. يا الأول ب إب عليها فتحة. ب
إد عليها فتحة ز ب ز، إد عليها فتحة ر ب ز ر ب ز ر. الآن حقل الساكن سبق متحرك، إح عليها فتحة ح وإق ساكنة حق حق حق. ولون يلا أول مع بعض تحليل صوتي، حق لون كم مرة، حق لون كم مرة، حق لون. الآن أول كيفية كتابة الكلمة بهذا الشكل، الساكن مع المتحرك مقطع طويل ح وإق حق لون حق لون. أحسنتم. الآن حلوة طن، الساكن مع المتحرك يا أول مقطع طويل، إح عليها ضمة حو وإل عليها سكون حل حل، أو عليها فتحة و حلوة وطن حلوة طن. طلع يا أول ما عندي تاء مربوطة منفصلة على السطر سبقها حرف مد أو، حرف مد أو، إذا نكتبها منفردة على السطر بهذا الشكل. حلوة طن مرة أخرى، الساكن مع المتحرك مقطع طويل أو عليها فتحة و حلوة طن، تاء مربوطة منفردة على السطر سبقها حرف مد أو حلوة طن. إذا أول تمكنا من قراءة الكلمات، الآن ننتقل إلى الجمل. كم جملة يوجد لدي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن الأول تعرفنا على الجملة تتكون من كلمتين أو أكثر، واضح يا أول؟ جملة معبرة. الآن الكلمة الأولى أو الجملة الأولى، سارة ساري سارة ساري. الاسم الآن مقطع طويل سا، إر عليها فتحة ر سا ر. سارة فعل ماضي، سارة زمان خلص. من الذي سارة؟ ساري. أحسنتم، ساري اسم شخص مذكر. سارة ساري مقطعين عندي ساري. يلا أول مثلها تحليل الصوتي، سارة سارة فعل ماضي. يلا أول سارة، من الذي سارة؟ ساري. يلا ساري مرة أخرى، ساري سارة ساري سارة ساري. ننتقل إلى الجملة الثانية، بشرى ترسم بشرى ترسم. ماذا تفعل بشرى؟ أحسنتم، بشرى ترسم. إجابة كاملة. الآن بشرى اسم بنت مؤنث، أحسنتم، الساكن سبقه متحرك بو وإش بش بو وإش بش، والرؤى را بشرى بشرى. أحسنتم، ماذا تفعل بشرى؟ ترسم، إد عليها فتحة ت وإد عليها سكون تر تر، سو إس عليها ضمة سو ت وإر تر سو تر سو، مو إم عليها ضمة مو تر سو مو، بشرى ترسم. الآن الجملة الثالثة، سافرة 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 سافرة. من الذي سافر؟ سافر ساري ساري. من الذي سافر؟ سافر ساري سافر ساري سافر ساري. انتهت الجملة، سافر ساري. الآن الجملة الرابعة، شرب شرب شرب، زمان خلص، شرب فعل ماضي. يلا أول شرب، من الذي شرب؟ رامي. الإر مع الآن مقطع طويل را را، الإم مع الإي مي مي مي. شرب رامي، من الذي شرب؟ شرب رامي، جملة مفيدة، شرب فعل ماضي، شرب زمان وخلص. نحللها مع بعض يا أول، يلا مع بعض، شرب رامي.
الكلمات بشكل عشوائي، قراءة الجمل بشكل عشوائي. تمكن لأول من قراءة الكلمات والجمل عن طريق المقاطع التحليل الصوتي. أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى اللقاء.